عشية القمة بين الرئيسين التركي والروسي، تعزيزات عسكرية تركية متتالية إلى الحدود مع سوريا ونقاط المراقبة في ريفي حما وإدلب. تعثر فتح معبر نصيب بين النظام والأردن بعد وضع الأردن شروطا على نظام الأسد، من بينها منع دخول شاحنات التابعة للنظام إلى أراضيه. هجوم إسرائيلي جديد على موقع للنظام في مطار دمشق، وأنباء عن استهداف طائرة إيرانية وميليشيات ومقرات لها في المطار. حياكم الله مشاهدينا أينما كنتم تتابعوننا، أهلا بكم في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزاته العسكرية إلى نقاط المراقبة في آخر مناطق خفض التصعيد في الشمال السوري، بالتزامن مع إعلان تركيا عن مباحثات ستجري غدا الاثنين في سوتشي الروسية بين الرئيسين أردوغان وبوتين لبحث ملف إدلب. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. التعزيزات العسكرية التركية ما زالت تتوالى إلى المنطقة الحدودية مع سوريا وإلى نقاط المراقبة التركية في حما وإدلب. التعزيزات التركية ضمت دبابات ومسطحات ومدافع توجهت إلى نقطة المراقبة في بلدة شيرمغار بريف حما الغربي، كما توجه قسم من التعزيزات إلى نقطة المراقبة في شتبرق بريف جسر الشغور وبلدة مورك بريف حما الشمالي. تركيا ومن خلال مساعيها لاحتواء ملف الشمال السوري سلمياً أعلنت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية، وفي موقف إيراني لافت وتماشيا مع الموقف التركي بحسب مراقبين، أعلن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف رفض بلاده للحل العسكري في إدلب، مضيفا أن طهران تحاول تجنيب إدلب ما وصفه بحمام دم. مستشار الرئاسة التركية للعلاقات الخارجية ياسين أقطاي وصف ما يحدث في سوريا بالتطهير العرقي والتصفية العنصرية، وأكد أن تركيا لن تقف كالمتفرج لتكرار مجزرة حلب في إدلب، معتبرا الهجوم على المحافظة بمثابة الهجوم على تركيا نفسها. وفي ظل تزايد المباحثات الدولية بشأن إدلب، شدد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ومفوضة الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني على ضرورة منع هجوم قوات النظام على المحافظة، محذرين من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك. الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في إرسال تهديداتها إلى النظام وحلفائه من مغبة استخدام الأسلحة الكيماوية، وجديدها تلويح واشنطن بفرض عقوبات على شركة سوخوي الروسية المصنعة للطائرات في حال تم الربط بين طائراتها وبين الهجمات الكيماوية المتوقعة على إدلب. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي سامر خليوي. أهلا بك سيد سامر، بداية بماذا تفسر استمرار تركيا في إرسال تعزيزاتها العسكرية إلى نقاط المراقبة في إدلب؟ يعني تركيا تريد أن تعزز قواتها وتريد أن تعطي رسالة للعالم كله أن هي متواجدة هناك وسوف تستمر في هذه المنطقة ولن تسمح لأحد بالاقتراب منها، فهذه رسالة للجميع أننا الآن نزيد بقواتنا ولا نسحب قواتنا ولن نسمح لعملية عسكرية في إدلب. فموقف الرئيس أردوغان القوي والثابت والذي أعلنه أكثر من مرة وخاصة في قمة طهران عندما قال أن يجب أن توقف العملية العسكرية وقال أن كلامي سوف يغضب الروس لأن إدلب ليست مهمة فقط من أجل مستقبل سوريا السياسي ولكن من أجل الأمن القومي التركي، ونتيجة هذا الموقف القوي وجد اصطفاف من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة التي أيدت الموقف التركي، وأنا أعتقد أن لولا هذا الموقف لما كان لهذه العملية أن تتوقف. تركيا لن تضحي بهذه المنطقة، وأنا دائما أقول وأردد وأكرر أنه ليس من مصلحة تركيا أن تتخلى عن هذه المنطقة، ليس فقط من أجل الشعب السوري ولكن أيضا من أجل مصلحة أمنها القومي. نعم، برأيك هل ستتوصل تركيا وروسيا إلى حل مشترك لملف إدلب خلال القمة التي ستجمع بوتين وأردوغان في سوتشي غدا؟
نعم يعني أعتقد ذلك على الأقل، يعني إن لم يتوصلوا إلى موقف فسوف تبقى الأمور كما هي. الرئيس أردوغان لن يتنازل، وأعلنها صراحة أنه لن يسمح بهذه العملية. أضف إلى ذلك أن هناك أمور أخرى مرتبطة في التواجد التركي من خلال أستانا وغيرها، ولا ننسى أيضا أن روسيا الآن بدأت تعيد حساباتها هي وطهران بعد هذه التهديدات التركية والغربية إن صح التعبير، لأنهم لن يسمحوا بعملية عسكرية. وأيضا تصريح نيكي هيلي الملفت كان في مجلس الأمن عندما قالت أن الأستانا مسار الأستانا فشل، لن نسمح لإيران بخطف مستقبل الشعب السوري هذه، وأن العودة إلى جنيف. هذا يعني أن كل ما خططت يعني عن تصريح عند تصريح نيكي هالي، كيف ترى الدور الأمريكي في ملف الشمال السوري؟ وهل ستكتفي الولايات المتحدة بالتهديد بفرض عقوبات أو الرد على الهجمات الكيميائية في الشمال إن حصلت؟ يا سيدي، جربنا الموقف الأمريكي في الغوطة الشرقية، وجربناه عندما كان في منطقة الجنوب كدولة ضامنة كيف تخلى عن الشعب السوري. فلولا الموقف التركي القوي والثابت لا سمحت الولايات المتحدة والدول الغربية وحتى الأمم المتحدة التي مع الأسف الشديد ديمستورا مهد لهذه العملية، وأعلن أنه يريد أن يكون أن يؤمن ممر آمن، وسوف يكون هناك كي يهجر أهالي هذه المنطقة إلى المجهول أو إلى النظام لكي يتم تصفيتهم. الموقف الأمريكي جاء بعد هذا الموقف المتشدد بين قوسين للرئيس أردوغان بأنه لن يسمح لأحد اقتراب من هذه المنطقة، وطالما كان قويا وثابتا من هنا الولايات المتحدة رفضت للطلب الأمريكي، ولكنها قبل ذلك أعلنت أنها يعني لا مانع لديها من القيام بعملية عسكرية فقط إن استخدم النظام الأسلحة الكيماوية فسوف ترد. وقلنا ذلك أن هذا اعتراف من الدول الغربية أن بشار الأسد لا يزال يمتلك الأسلحة الكيماوية وهو يخالف بذلك. أستاذ سامر، يعني في العودة إلى الاجتماع المنتظر يعني والمرتقب بين بوتين وأردوغان، يعني في حال فشل هذا الاجتماع، ما هي السيناريوهات التي تنتظر الشمال السوري؟ يعني دعني أقول بالبداية أن موقف الرئيس أردوغان الآن أصبح قويا جدا، خاصة بعد جلسة مجلس الأمن وبعد الدعم الأوروبي والأمريكي لموقف الرئيس أردوغان. سوف يكون قوي، وأيضا بعد التصريحات الأمريكية برفض وفشل مسار الأستانا، هذا كله سوف يؤثر على الموقف الروسي والإيراني. وأنا أعتقد أن روسيا سوف تتراجع، لأن ليس من مصلحة روسيا أن تخسر تركيا، لأن هناك مصالح كثيرة فيما بينهم. موقف الرئيس أردوغان باعتقادي سيكون أقوى من ما كان عليه بقمة طهران، وهو لا يزال ثابت وقوي ومتمسك بهذه المنطقة، ولن يسمح كما صرح أن يترك هذه المنطقة لبشار الأسد، لأن مجازر بشار الأسد كما ذكر لا تزال في الأذهان. من وصلت هنا الفكرة. أنا أعتقد إن لم يتم التوصل لاتفاق ستبقى الأمور على حالها، ولكن باعتقادي أنا أن الرئيس أردوغان لن يتنازل عن هذه المنطقة. نعم، وصلت الفكرة. وصلت الفكرة. كنت معنا من لندن المحلل السياسي سامر خليوي، شكرا جزيلا لك. أثير في أوساط السوريين والناشطين جدلا واسعا ومخاوف من إعلان الأمم المتحدة مشاركة إحداثيات 235 موقعا محميا في الشمال السوري مع روسيا وتركيا والتحالف الدولي، وسط غياب آلية محاسبة واضحة لمرتكبي جرائم استهداف المواقع المحمية. المزيد في التقرير التالي. في مسعى متجدد لخلق كوارث إنسانية في منطقة تضم ملايين السوريين كما يصف مراقبون، تهاوت البراميل المتفجرة وصواريخ قوات النظام وحليفتها روسيا على المرافق الطبية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. جدل واسع وتخوف مضاعف شهدته أوساط المعارضة السورية والنشطاء، بدلاً من الارتياح المفترض من تصريح منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة في سوريا حول مشاركة الأمم المتحدة إحداثيات 235 موقعاً محمياً في الشمال السوري مع روسيا وتركيا والتحالف الدولي، خوفاً عليها من هجوم عسكري محتمل على إدلب.
التصريح الأممي يعتبر بمثابة تحذير لروسيا وحلفائها من استهداف تلك النقاط، وحمل بين طياته تحميلهم مسؤولية قصف المشافي والمدارس، وبالأخص مشفى كفرزيتا في ريف حماة وثلاث مدارس في منطقة خان شيخون جنوبي إدلب. وعلى الرغم من اعتبار المرافق الإنسانية محمية بموجب آلية مشاركة الإحداثيات التي أقرتها الأمم المتحدة قبل 4 سنوات، إلا أن التجربة أكدت أن مراكز الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إضافة إلى المدارس كانت الهدف المستمر لما يعتبره مراقبون سياسة ممنهجة غايتها تدمير المرافق الحيوية، بغية دفع المدنيين إلى حافة كوارث إنسانية ودفع الفصائل إلى عقد تسويات مع النظام خلال ذلك. ونتيجة لذلك رفض الدفاع المدني السوري مشاركة أي من مواقع مراكزه مع الأمم المتحدة، وأكدت المنظمة أن المشاركة تعرض متطوعيها وآلياتها إلى القصف المركز بدلا من الحماية، فيما قدمت مديرية تربية إدلب الحرة إلى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وثيقتان تقدمان شرحا مفصلا عن ساعة وتاريخ استهداف المدارس وشكل القصف ونوع القذائف المستخدمة في استهداف للمدارس في بلدتين حيش وجرجناز بالفترة الأخيرة. ومنذ إقرار الآلية قبل 4 سنوات، افتتحت الآلية تحقيقاً في 127 هجوماً على مواقع طبية وإنسانية في سوريا، إلا أن غياب أي آلية محاسبة واضحة عبر قنوات المحاكم الدولية ودخول الانتهاكات وجرائم الحرب في إطار المساومات السياسية والصمت المتبادل للدول الكبرى جعل من تخوفات السوريين مشروعة وقائمة وفق مراقبين. أصيب عشرات العناصر من قوات النظام إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم على طريق خناصر الواصل إلى حلب. وقالت شبكة حلب الآن إن نحو 45 عنصرا من قوات النظام أصيبوا بعد انقلاب حافلتهم على طريق أثريا خناصر، وبعض الإصابات خطيرة. بدورها شبكة أخبار حلب قالت إن عناصر قوات النظام الذين انقلبت حافلتهم على طريق خناصر ألحقوا مؤخرا بصفوف قوات النظام هذا، ولم تعلن قوات النظام عن الحادثة أو عن حالات وفاة بين المصابين حتى الساعة. تعثرت محاولات إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن بسبب شروط أردنية رفضها نظام الأسد. ونقلت صحيفة الأيام الموالية أن الأردن اشترط منع الشاحنات السورية من دخول الأراضي الأردنية على أن يتم إيصال البضائع إلى الحدود الأردنية، ومن ثم يتم نقلها إلى شاحنات أردنية لنقلها إلى الجهة المصدرة لها. وأضافت الصحيفة أن الخطوات التي تقوم بها الخارجية الأردنية مزعجة، وهي التنسيق مع الراعي الروسي بدلا من النظام، معتبرة أنه دلالة على عدم الرغبة في المصالحة الشاملة لتعيد تشغيل الحدود والمعبر الرئيسي فعليا. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بعد مطالبات من أهالي المنطقة، ترميم وتعبيد الطرقات في صوران وأخترين في ريف حلب الشمالي. الحقائق تأتي أولاً. كونوا معنا لتفاصيل أكثر حول أخبار سوريا. سوريا اليوم بحاجة أكثر مما مضى لإعلام مستقل. نحن سوريون ونعمل على إيصال الحقائق إليكم. نزودكم بالمعلومات الضرورية لكي تتخذوا القرار الصحيح. نزودكم بالمعلومات التي لم تكن متاحة من قبل. الشعب السوري العظيم يستحق إعلاماً حراً مستقلاً. أخبار سوريا كاملة وبالتفصيل. نعيش في عالم نبني فيه آراءنا وأفكارنا اعتمادا على ما يصل إلينا من وسائل الإعلام، لذا من الضروري أن نتابع إعلاما مستقلا. الإعلام المستقل يسائل من يملك القوة في القضايا التي تهمكم. الإعلام المستقل يحارب الفساد ويحسن تقديم المسؤولين للخدمات العامة. تابع الإعلام المستقل، تابع حلب اليوم. Thank you.
أهلا بكم مجددا. تستمر المعارك بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في محيط المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم شرقية دير الزور وسط نزوح جماعي للأهالي. وقال مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد إنهم صدوا هجوما لتنظيم الدولة على أطراف قرية الباغز الفوقاني شرقية دير الزور، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا من التنظيم. وقال ناشطون إن عناصر من قسد قتلوا وجرحوا في كمين للتنظيم في المنطقة، في حين أن القصف المدفعي والجوي لقسد والتحالف الدولي لا يزال مستمرا على مناطق سيطرة التنظيم. وصل قتلى وجرحى لقوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني ولواء القدس من شرقي حمص إلى مدينة دير الزور. وقالت وكالة سمارت عن مصدر عسكري لم تسمه إن سيارتين من نوع بيك أب تحملان جثث القتلى بينها 13 جثة لحزب الله ولواء القدس وصلت إلى المشفى العسكري في دير الزور، مشيرا أن سيارات الإسعاف استمرت بنقل الجرحى لعدة ساعات. وأضافت الوكالة أن القتلى والجرحى سقطوا نتيجة اشتباكات بين قوات النظام وميليشياته من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى قرب مدينة السخنة شرقي حمص. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا فراس علاوي. أهلا بك سيد فراس، بداية ما المعلومات لديك حول المعارك بين التنظيم وقسد شرقية دير الزور؟ السلام عليكم والسلام المشاهدين، تحياتي لكم. بالنسبة للمعارك، أطلقت قسد منذ 4 أيام تقريبا بشكل العملية لإخراج تنظيم داعش من المناطق الشرقية لدير الزور، خاصة على الحدود العراقية السورية، حيث هاجمت المنطقة من أكثر من محور. تركزت الاشتباكات بين قسد وتنظيم داعش في الشمال الشرقي محافظة دير الزور على الحدود العراقية السورية بقرب من قرية الباغوز، حيث تبادل الطرفان السيطرة على المنطقة. هناك معارك كروفر، اليوم صباحا ولد باع عن سيطرة قسد على قرية باغوز تحتاني وهي ملصقة للحدود العراقية السورية. من جهة أخرى هاجمت عدة فصائل من قسد قرية أبو الحسن شرق مدينة هجين، دون السيطرة عليها. هناك زعرات جوية للطيران تحالف على مناطق الاشتباك، هناك خسائر في صفوف الطرفين. أيضا استهدف التنظيم على عدد من قوات قسد بسيارة مفخخة من مواقع قتلى وجرحى بهم على أطراف مدينة هجين. حتى الآن المعركة هي معارك كروفر، لا يوجد سيطرة تامة بين الطرفين. نعم سيد فراس، كيف تبدو الأوضاع في شرق دير الزور مع إطلاق التحالف الدولي معركة هنا؟ ألو سيد فراس، هل تسمعني؟ صوت ضعيف، عفوا. كيف تبدو الأوضاع في شرق دير الزور مع إطلاق التحالف الدولي معركة هناك؟ كما ذكرت، بالنسبة للأوضاع العسكرية هي معارك كروفر بين التنظيم وميليشيا قسد. لا توجد سيطرة تامة على الأرض. قسد سيطر على المنطقة الحدودية الممتدة من غرب مدينة هجين باتجاه قرية الباغوز بالقرب من مدينة البوكمال. التنظيم يحاول الدفاع عن المنطقة عن طريق استخدام المفخخات والكمائن، بينما عناصر قسد يحاولون الاقتحام بعد تمهيد طيران التحالف. الوضع الإنساني هو وضع صعب جدا بسبب الحصار الذي يفرضه الطرفين على المدنيين وعدم دخول المواد الغذائية. أيضا هناك صعوبة في عمليات الإسعاف ونقل الجرحى ضمن المنطقة، وخاصة من المدنيين الموجودين في مناطق الاشتباك. نعم سيد فراس، هناك أنباء عن وصول جثث لقتلى من الميليشيات التابعة للنظام إلى ريف دير الزور قادمة من ريف حمص، كم هو العدد وما هي جنسياتهم؟ في الحقيقة لا يوجد هناك تأكيد للعدد، هناك من ذكر العشرات، ولكن المؤكد أن هناك هجوم لعدد من عناصر داعش على كمين متقدم لقوات النظام شرق مدينة حمص في البادية الشامية. تضارب الأعداد يعود إلى عدم اعتراف النظام بالهجوم، وبالتالي فإن الاعتماد يكون على معرفات قسد أو بعض وسائل الإعلام الموالية لنظام الأسد. هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها التنظيم منذ فترة يستخدم مبدأ الإغارة على حوادث النظام. يبدو أنه هو كمين متقدم تقدم النظام إلى منطقة معينة وكان مرصود من قبل عدد من عناصر تنظيم داعش، مما أدى إلى إصابة عدد منهم.
شكرا لك رئيس تحرير الشرق نيوز فراس علاوي، كنت معنا من باريس. شنت طائرات حربية إسرائيلية هجوما جديدا على مطار دمشق الدولي، يعتقد أنه استهدف مواقع عسكرية تابعة لإيران، وسط أنباء عن استهداف طائرة إيرانية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات إيران الموجودة في المطار، فيما لم تصدر إسرائيل أي تصريح رسمي حول الحادثة حتى الآن. المزيد في سياق التقرير التالي. هجوم جديد لطائرات إسرائيلية حربية تستهدف مطار دمشق الدولي بعدة صواريخ جو أرض شديدة الانفجار، وبحسب شهود عيان فإن 3 طائرات إسرائيلية حلقت حول مدينة دمشق وأطلقت صواريخها نحو أهدافها، فيما ذكرت وكالة أنباء النظام سانا أن الدفاعات الجوية تصدت للغارات وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ التي وصفتها بالمعادية. مواقع إعلامية موالية للنظام أشارت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مركزاً عسكرياً في محيط مطار دمشق، فيما رجحت مصادر أخرى أن تكون الطائرات الإسرائيلية استهدفت طائرة شحن إيرانية حطت في مطار دمشق منذ بضعة أيام، بالإضافة إلى مواقع عسكرية تابعة لإيران تتمركز في محيط المطار، وهو الموقع الذي اغتيل به القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين قبل أعوام. وفي تثبيت الرواية الأخيرة ذكرت مصادر إعلامية لبنانية أن عدداً غير معروف من عناصر الميليشيات الإيرانية قتلوا وأصيب آخرون نتيجة الغارات التي استهدفت المطار، الأمر الذي أكده الأهالي المقيمين قرب المطار، مضيفين أن سيارات إسعاف كثيرة خرجت من المطار باتجاه المشافي برفقة سيارات الأمن والشرطة العسكرية. إسرائيل لم تصدر أي تصريح يؤكد أو ينفي قصفها لمطار دمشق الدولي حتى اللحظة، رغم اعترافها بشنها 200 غارة جوية في سوريا خلال الأشهر 18 الأخيرة ضد أهداف غالبيتها إيرانية أو شحنات عسكرية لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، ما يرجح مسؤوليتها رغم عدم تصريحها. افتتح نظام الأسد اليوم 6051 مركزاً أمام المواطنين في مناطق سيطرته للتصويت في انتخابات مجالس الإدارة المحلية المرشح فيها 40,000 مرشح. وقال رئيس اللجنة القضائية العليا التابعة لنظام الأسد سليمان القائد يحق لأعضاء مجالس المحافظات غير الناجحين في الانتخابات تقديم الطعون خلال 5 أيام إلى محكمة القضاء الإداري التي ترد عليها خلال 15 يوما. هذا ويتنافس المرشحون في انتخابات وصفت مصادر محلية الإقبال عليها بالمتواضع عن 14 محافظة شملت المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. أبلغت القوات الروسية الموجودة في درعا فصائل المصالحات غرب المحافظة والمنضوية تحت تشكيل الفيلق الخامس بإنهاء الفيلق وحله في المنطقة الغربية. وذكر تجمع أحرار حوران أن القرار جاء بعد رفض مقاتلي الفيلق الخامس بريف درعا الغربي الذهاب لمساندة قوات الأسد والميليشيات الموالية لها في المعركة المحتملة في إدلب. ويشار إلى أن عدد عناصر المصالحات المنضمين للفيلق الخامس الذي يتبع لقاعدة حميمين الروسية بشكل رسمي في ريف درعا الغربي يبلغ حوالي 1700 مقاتل. بعد مطالبة الأهالي بريف حلب الشمالي بتعبيد الطرقات، أطلق مجلسا أخترين وصوران المحليين مشروع تعبيد طرقات المدينة وريفهما في خطوة لإعادة رونق الحياة من جديد للبلدة والقرى. المزيد في التقرير التالي. تشكل مطالبات الأهالي في ريف حلب الشمالي بتعبيد وترميم الطرقات في المنطقة ضرورة ملحة في الوقت الحالي، خصوصا بعد تحريرها من تنظيم الدولة. المجالس المحلية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الواقع الخدمي المتردي في المنطقة، فبادرت لدراسة مشاريع تعبيد الطرقات وتقديمها للمعنيين بعد تلقي عدة شكاوي من المدنيين. الآن بعد الانتهاء من العمل في بلدة تحتيملات انتقلنا إلى مدينة صوران، بدأنا بالعمل في الطريق الواصل من حاجز تلالين إلى الدوار الغربي، تم الآن الانتهاء من تنفيذ هذه الوصلة، ومن ثم سننتقل إلى جميع الحفر الموجودة داخل المدينة.
ثم بعدها سننتقل إلى المجالس الفرعية التابعة لمجلس مدينة صوران. كذلك هناك وعود من الأخوة الأتراك إن شاء الله بصيانة طرقات الريف الشمالي كاملة. في مدينتي صوران وأخترين بريف حلب الشمالي انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الورش الخاصة بترميم الطرقات وتعبيدها كخطوة أولى في محاولة لإعادة رونق الحياة من جديد للبلدات والقرى. الحمد لله تحسنت الطرق وصارت أحسن بكثير، والحمد لله يعني صارت تقريبا 50% إن شاء الله تصير 100% طرقاتنا كويسة إن شاء الله. تعبيد الطرقات لاقى استحسانا من قبل الأهالي في مدينتي صوران وأخترين، واعتبروه نواة أولى لتعميم المشروع على كافة مدن وقرى ريف حلب الشمالي في الفترة المقبلة. مشاهدينا وصلنا معكم إلى نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار دائما يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. شكرا لطيب المشاهدة، بأمان الله.